السلام عليكم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ده الشكل اللي احنا رسمناه في المحاضرة اللي فاتت، عايزين نطور عليه شوية، فبدل ما نرسم مثلث واحد هنرسم أربع مثلثات. علشان نعمل ده أول حاجة هنعملها إن احنا نحدد الإحداثيات بتاعة الأربع مثلثات، لأن طبعا احنا اتفقنا إن الشاشة بتاعتي أنا هحسب من أول ناقص واحد لحد الواحد أفقي، ومن ناقص واحد لحد الواحد رأسي. ممكن نفتح برنامج الاكسل كده للسهوله ونبدا نحدد الاحداثيات بتاعه الاربع مثلثات. فانا اول مثلث ادى الاكس والواي بتوعه، افترض مثلا ان اول نقطه ناقص 9 من 10 و 1 من 10، هبقى في النقطه دي كده مثلا، هروح منها لناقص 1 من 10 و 1 من 10، وبعد كده اروح لحاجه في النص فخليها سالب نص مثلا و 8 من 10، وممكن اخد اول نقطة دي بقى اكررها تاني. لما اقول له ارسم لي المثلث ده، فاروح هنا عند insert واروح عند scatter واختار ده، فده اول مثلث. خلي ده على جنب كده، من ناقص 9 من 10 و 1 من 10، ناقص 1 من 10 و 1 من 10، وهنا ناقص نص و 8 من 10. طيب هاخد النقط دي كده اكررها عشان اعمل الاربع مثلثات التانيين، فهم حطيتهم هنا، بس في الحالة دي اخلي دول بس سالب، وبعد كده ناخد نفس النقط دي كده كنترول وسي احطها هنا، بس اخلي دول موجب، وبعد كده اخد دي اخر حاجه كنترول وسي احطها هنا، بس اخلي دول سالب كده. دي الاحداثيات بتاعه الاربع مثلثات بتوعك، ممكن انت بقى تشوفهم براحتك وتراجع الاحداثيات ديت. ودلوقتي هقول له ارسمهم، فاقف هنا على الرسمه واضغط كليك يمين واقول له سيلكت داتا، واقول له هنا اد، ده السكند المثلث الثاني، الاكسات بتاعته اهي والوايات بتاعته اهي، اوكي. فده المثلث الثاني، هقول له اد، واقول له ده المثلث الثالث هسميه ثيرد مثلا، والاكسات بتاعته دي ودي الواي، واقول له اوكي، واقول له اد واحط المثلث الرابع هسميه فورث، واقول له هنا الاكسات بتاعته دي ودي الواي، واوكي. فكده دول الأربع مثلثات الإحداثيات بتاعتهم قدامك على الشاشة، وإحنا عايزين بقى ناخد النقاط ديت كده نحطها في الأوبن جي إل علشان يرسم المثلثات دي على طول. نرجع للكود بتاعنا، فده الكود اللي إحنا كنا كاتبينه. إحنا هنخلي كل مثلث بلون واحد، فهنشيل السطر ده كده وهنشيل السطر ده كده، وهنخلي أول مثلث باللون الأحمر. هنشيل بقى النقاط دي ونحط النقاط بتاعتنا. فأول نقطة عندنا كانت سالب 9 من 10 و 1 من 10، وتاني نقطة عندنا سالب 1 من 10 و 1 من 10، وتالت نقطة عندنا سالب نص و 8 من 10. زي ما وضحنا في الفيديو اللي فات ان انا عامل هنا جي ال بيجان وجي ال اند، مستخدم البريمتيف اللي هو جي ال تريانجلز، ده كل ما يشوف ثلاث نقط يقوم عاملهم مثلث. فاحنا زي ما حددنا له الثلاث نقط دولت هنحدد له المثلث الثاني، فهنقوم عاملين لون جديد، ده هنا اللون الاحمر، هناخد بقى اللون الاخضر فاقول له هنا ده هتبقى زيرو، وهنا الاخضر هيتحط بالكامل، يعني الاخضر واحد الاحمر والازرق زيرو، وهنحط الاحداثيات بتاعت المثلث الثاني. طيب المثلث الثاني كان هو نفس الاكسات بالظبط، اللي هي سالب 9 من 10 وسالب 1 من 10 وسالب نص، بس هنا بدل ما هي عباره عن 1 من 10 هتبقى كلها ناقص، فهتبقى هنا ناقص 1 من 10 ناقص 1 من 10 ناقص 8 من 10. وبعد كده هناخد نفس الثلاث سطور دول او الاربع سطور دول نكررهم، فاقول له كنترول سي واحطهم هنا، واعمل المثلث الثالث، بس المثلث الثالث ده هعمله بالازرق،
فاقول له تحط الازرق كامل وما تحطش احمر ولا اخضر، واللي احنا اتفقنا ان احنا هنشيل دول بس كده هنخليهم موجب ودول نخليهم موجب. بعد كده هناخد نفس الاربع سطور دول كنترول وسي وهنكررهم هنا، وهنخلي القيم اللي هنا دي بس بالسالب، ونلونه برضو بلون مختلف، فبدل ما نخليه بقى ازرق نخليه اصفر مثلا، فنحط الاحمر كله والاخضر كله، لما تحط احمر على اخضر يطلع اصفر. ده كده الكود بتاعنا بس كده. نفس الكود اللي فات بالظبط، انا عدلت بس الاربع مثلثات. لما اقول له كنترول اف 9 وبعدين كنترول اف 10، زي ما احنا شايفين الاربع مثلثات. طبعا بنفس الطريقه بتاع الفيديو اللي فات، ممكن برضو نحدد لون لكل نقطه ويحصل تدرج الوان تلقائي، فممكن مثلا نخلي الراس بتاع كل مثلث من دول باللون الابيض، ويحصل التدرج من الاحمر للابيض ومن الازرق للابيض ومن الاخضر للابيد ومن الاصفر للابيض. تعال نشوف ده. لو احنا جينا هنا خدت السطر بتاع اللون ده كنترول سي، وقمت رايح قبل تالت نقطة على طول قمت حاطط السطر ده، فهحط الأحمر كله والأخضر كله والأزرق كله، أحمر على أخضر على أزرق يديني أبيض بالكامل. فهناخد ده كنترول وسي، وأقوم رايح هنا أحطه برضه قبل النقطة التالتة، وأروح هنا أحطه قبل النقطة التالتة، وأروح هنا وأحطه قبل النقطة التالتة. لما أعمل كنترول اف 9 بعدين كنترول اف 10، ده الشكل الجديد اللي هيظهر دلوقتي للتنفيذ، زي ما انت شايف كده من الاحمر للابيض ومن الازرق للابيض وهكذا.